معجم ترعه وكل ترعه لها المنشا بتاعها اللي هو نال اسكواري. السكاشن اشتغلت في التخطيط بالمنظر ده، بس فاضلنا حته مختاره اللي احنا عملناها النهارده، اللي هي لو عندي مثلا في طريق بيطلع قطعه النابل، طريق رايح للجهات، تقاطع مع الترع، وفي طبعا احنا عارفين في ترع فرعيه، يعني مثلا هنا في ترع فرعيه وهنا في ترع فرعيه وهكذا. الوارد هو بيقطع في ترع فرعيه. يا ترى التقاطع راح يكون شكله ايه؟ في منشآت هنا شكله ايه تقاطع الطريق مع الميه؟ فهناخد المنشآت الشبكه، اول حاجه هناخدها منشآت تقاطع، منشآت تقاطع. كروسنج ستراكشر. تقاطع، تقاطع ايه مع ايه؟ احنا هنتكلم فيه. طب تنقسم لجزئين، جزء اسمه تقاطع طريق مع مجرى مائي، طريق قاطع مع مجرى في ميه، وممكن تقاطع مجرى مائي مع مجرى اخر. يا ترى كل منشأ من دول شكله ايه؟ هنتعرف عليهم. تعال ناخد أول واحد طريق مع مجرى مائي. هفترض عندي يعني نهر النيل أو الرياح حاجة كبيرة يعني، وفي عربيات عاوزة تعدي، احنا عارفين طبعا بتضطر في حالة النيل نعمل كوبري. الكوبري بيقام على ركيزة بهذا الشكل. الركيزة دي عشان تشيل الكوبري، يبقى احنا في حالة تقاطع الطريق مع مجرى مائي بنعمل حاجة اللي هو كوبري، بس دي للإيه؟ للمجاري الكبيرة، مجاري مائية كبيرة زي النيل، زي الرياح، زي ترعة رأسية كبرى. كل دي في الحالة دي نعمل كوبري. لما يكون المجرى كبير عشان نعدي المجرى نعمل كوبري بريدج ونديله رمز كاف. يبقى هنا في رمز كاف. نيجي على الخريطة اللي احنا خدناها في السكشن، ترعة رئيسية بتقطع الطريق حتى هنا كاف. هنا في مصرف رئيسي. حاجة كبيرة. هنعمل هنا كاف. وهنا في الاخر في الارض كنا عاملين واحد تحت كده برضه كبير اسمه مصرف رئيسي. هنعمل هنا كاف. طيب ده لو المجرى كبير. طب افرض المجرى صغير بقدر اخطيه بيه بريبي كده. اعمل له كوبري وركيزه لا. يبقى في حاله المجال الصغيره الموضوع هيختلف. يبقى في حالة المجاري الصغيرة أهو مجرى صغير وعاوز أعدي كوبري أو طريق، في الحالة دي مهم أعدي ده طريق ودي العربية رايحة جاية كده، ونيجي الترعة جاية كده من الشمال ترع ماشية تقاطعت مع طريق اهي. ترع ماشية تقاطعت مع طريق بس الترع صغيرة.
فتيجي الترعه تمشي لحد هنا وستوب نعملها حيطه. وبرضه عند الخروج بتاعها هنعملها حيطه. ممكن نعمل كويس. وبين الحالتين هنعمل ماسوره هنعبي الميه. ماسوره طيب بسيطه قوي. يلا ميه تدخل هنا داخله جوه الماسوره دي. ترجع تطلع تاني كامله لعيبتها. الحاجات بتتعمل عشان تحكم في التدفق مش يعني. المنشأ ده اللي هي من اول الحيطه دي، الحيطه دي بنسميه بربخ. بالانجلش كفر. يبقى اول ما الميه تبقى تحت باطن الارض بتعدي في نفق، النفق ده بنسميه بربخ او كالفر. طبعا بتتعمل هنا فتحه بكل ميه. هنا فتحه بكل ميه ربع الحيطه بتبقى هي الحاجزه نفق. فده بنسميه بربخ. طب بربخ ده عشان تتخيله عباره عن ايه؟ عباره عن ماسوره من الخرسانه المسلحه او قطاع خرساني بنسميه بوكس سيكشن. شكله كده يعني يا اما ديت ماسوره او قطاع بوكس سيكشن. ممكن قطاع، ممكن يبقوا اثنين، ممكن يبقوا ثلاثه حسب الميه اللي احنا عاملينها. قطاع الخرساني ده بيبقى فتحه او اثنين او ثلاثه. بعدين نقدر نكتب دلوقتي تعريف البربخ. كل حاجه حتى التعريف لازم تبقى عارف تعريف. اكتب كده تعريف البربخ هو منشا يستخدم لاضرار المياه في المجاري المائيه اسفل الطريق من خلال ماسوره او قطاع خرساني. هناخد تصميم بقى سنة تالتة الترم الجاي. تصميم يعني احنا دلوقتي بنعرف شكله ايه؟ اللي هو مجرى كبير كوبري، مجرى صغير بنعمل حاجة اسمها بربخ. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن حاجة اسمها تقاطع طريق مع مجرى ممكن يبقى كوبري أو بردان. يلا بقى نروح هنا نحط الكلام ده. تقاطع طريق مع ترعة صغيرة هنسميه بربخ. بنيت كده كل حاجه بتجيبها. عشان ممكن اجيب لك السايز تقول لي محتاج ايه المنشات اللي عاوزها؟ تقول لي عاوز 18 بربخ واثنين كوبري وكذا امتار فوم لان هو مذاكر وعارف الشكل. محتاج كم امتار فوم لحدهم؟ كم كوبري؟ كم بربخ؟ والمشروع ده بيكلف معايا. طيب ننتقل لتقاطع مجرى مع مجرى اخر. نكتب كده تقاطع مجرى مائي مع مجرى اخر. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ عندي ترعه وعاوز اعدي مصرف الناحيه الثانيه. ده رايح يخدم بلاد وده رايح يخدم بلاد. طب ده ترعه ميه عذبه ومصرف ميه مالحه فيها ملوحه ما ينفعش الاثنين يدخلوا على بعض. طب يا ترى ايه المنشا اللي ينظم مين يعدي تحت مين او فوق مين؟ فهنضطر نعمل هنا منشا اسمه منشا تقاطع. المنشا ده يا اما اسمه صحارى او في حاجه ثانيه هناخدها اسمها بداله. الاثنين عكس بعض. انجلش سايكو، البداله اكودكت. يبقى عند تقاطع مجرى مع مجرى هنعمل حاجه من الاثنين. انت اللي هتكون ده يا ده. يبقى ممكن اجيب لك اكسرسايز اقول لك ايه؟ اقترح المنشا مع
المحاضره ولا هختار صحاره عشان الدكتور فاكر قال لنا حاجه في الحته دي. لما حضرش يقول خلي بالي صحاره بداله زي ما تيجي معاه يقول بداله ماشي يقول بعد ما حضرش بقى هتقول له سحب معاه. متى نعمل الصحاره ومتى نعمل المعرفه؟ نتكلم عن الصحاره. يا ترى شكلها ايه؟ لما يكون عندي درع تقطع مع مصر. مصر ميته ايه؟ يجي القارب للدرع يعمل له حيطه يقول له ستوب هنا. وبرضه هنا بعد الدرع دي نعمل حيطه المسرح هيكمل فيها. يبقى هنا المسرح عاوز يعدي بس تقاطع مع الدرع. ايه المنشا اللي نعمله؟ بنعمل حاجه اسمها صحاره عباره عن ماسوره بتبقى مقصوره بالشكل ده وتطلع كده. الصورة بالشكل ده تطلع كده. يبقى ده اسمها صحارة. تاخد الميه من المصرف تطلع بيها وتروح الترعة تحت الترعة وتطلع ناحية تانية. نفس الكلام يعني ايه نقطة صحارة؟ يعني اما ماسورة أو مطلعة بوكس سيكشن. يبقى الصحارة تعريفها ايه؟ نكتب هي منشأ خرساني عبارة عن ماسورة أو بوكس سيشن يمر أسفل الدرع ينقل مياه المصرف أسفل الدرع. واحدة يا دكتور طب ليه العكس؟ ليه الترعة هي اللي ما دخلتش جوه الماسورة والمصرف قاعد فوق هو المستريح؟ ليه المصرف بيعدي دايما تحت الترعة مش العكس؟ ادي حتة كده هقولها بعد. المصرف دايما هو بيخدم مين المصرف؟ الترعه بتبقى فيه. فالمصرف دايما واطي. فالواطي هو طبيعته واطي. فبعديه تحت الترعه. فمش هقول العالي هوطيه تحت الايه؟ الاصل واطي ده. فالمصرف دائما ينفي الاجابه دائما المصارف اسفل الترع للاسباب التاليه. واحد ان المصارف منسوبها دائما اقل من منسوب الترع. المنطق هو الواطي بيعدي تحت ولا العالي هو اللي هينزل تحت؟ فبالتالي دائما المصارف منسوبها اقل من منسوب الترع. رقم اثنين تخيلوا كده المصرف هو اللي هيبقى فوق والترع تحت. المصرف لو ميته سريع ده ففي منه بيحصل رش. مع الوقت ممكن المواسير دي يحصل لها سقوط. الخرسانه يحصل فيها شروخ. يبقى ميه المصرف هتخش على ميه الترع تلوثها. فبنقول لا خلينا في الاحوط الميه الحلوه هي اللي فوق والميه السيئه هي اللي مستخبيه تحت. والله ده ندي ده مش مشكله عشان الميه تبصر لكن العكس يعني. يبقى الاجابه رقم اثنين ان مياه الترع مياه عذبه نقيه اما مياه المصرف هي مياه مالحه. لو حصل رش من المياه العذبه النقيه ده دوت مش من المرحله دوت مشكله. ها؟ هتسال ايه؟ حضرتك بالنسبه للصحاره في مصر في الكسره دي ما بيحصلش ترسيب للطمي فين؟ بيحصل وكل شويه بتقطع وكل جت ميه فتكسح ال وعلى فكره يعني ده ممكن شكل لكن لو المناسيب بتسمح مفيش ترعه فوق الترعه اللي فوق بتمشي عدنا
يعني ان عشان الترعه مثلا تحت هتيجي في الصرع يعني ممكن تبقى كده يا دكتور اه خلاص المناسيب اللي بتحكمني انا بوريك الحاله الصعبه قوي اللي اتكسرت ممكن تبعد لها حسب ليبلز حسب ليبلز يبقى احنا عرفنا لو مصرف تقاطع مع ترعه هنعمل ايه؟ طب كده يا دكتور انا فهمت الصحاره البداله بقى البداله عكس الصحاره يعني ايه؟ البداله عكس الصحاره عندي كده مصرف بس كبير وعندي ترعه صغيره عاوزه تعدي شويه ميه كده عاوز اجي عنده هنا واحد يقول يا دكتور طب ما تعدي الميه بتاعت الترعه مصحاره قلت لا لسه بيقول الميه حلوه ما تعديش تحت الميه وحشه بنعمل ايه؟ بنعدي الميه في ماسوره فوق المصرف طبعا بنعملها ركيزه بنعمل ركيزه وبنجيب ماسوره يبقى مية الترعة بتعدي فوق المصرف في ماسورة. تاني انه باقي مية الترعة هي اللي هندخلها في ماسورة بس لازم تبقى فوق المصرف. عندنا قاعدة السوير بينحني كبير. فده مصرف صغير بالنسبة للترعة بيعدي تحت الترعة. بس هنا برضه محتاجين ان الترعه طريقه عازبه ما ينفعش اخدها تعديها تحت المصرف كل ده طب ما الاسهل نعديها في قصوره فوق مصر يبقى الصحاره في اسمها البداله يعني ايه تعريف البداله نكتب بقى كده منشا عباره عن قصوره تمر اعلى مصرف ونقل مياه الترعه هنسال سؤال في الحته دي طب افرض يا دكتور معانا خط غاز طبيعي وهو ماشي في البلاد لقى مصرف او ترعه تاني خط غاز طبيعي وهو ماشي لقى ترعه مين يعدي تحت مين؟ خط الغاز يعدي تحت الترعه ولا الترعه تعدي تحت الخط؟ ففي ثلاث حاجات محرم انك انت تعديهم تحت الميه كهرباء خط الغاز البترول او خط الغاز الطبيعي او خط مياه شرب افرض حاجه من الثلاثه دول معديين قطعوا ترعه مين ينحني تحت الاتجاه؟ لا الترعه ميتها تحت لما خط كهرباء ما ينفعش اعديها تحت الميه في حصل رش من الترعه الكابل بتاع الماسوره بتاع الكهرباء حصل له كذا لان تبوظ فدايما الحاجات تعدي فوق كهرباء والغاز الطبيعي او البترول يعني وميه الشرب ميه الشرب ما تبقاش تحت عشان الميه نقيه نشربها راح من قريه لقريه فهي البلاد اولويه لو انتم ماشيين على الطريق زراعي كده او اي بلد كان في مواسير معديه فوق الترعه. دي فيها مكان ميه شرب. او كابلات كهرباء معديه في ماسوره. برضه لازم تبقى فوق. يبقى نكتب كده البداله بتستخدم ايضا مش بس ميه. البداله بتستخدم ايضا في خط الغاز الطبيعي. او البترول. خلينا في الغاز الطبيعي بلاش البترول. نتكلم عن خط الغاز الطبيعي او الكهرباء او مياه الشرب او البترول خط خام يبقى هو اللي فوق ولا الترع اللي فوق؟ ده البترول ده مصيبه ده يعمل تلوث لو حصل منه نقطه نزلت على الترع فدايما معلش خط البترول يبقى هو اللي تحت
يصحح عشان ده ملوث. الغاز ده غاز يعني مش حاجه مش هتصرف، لكن الخط البترول بيعدي الصحاره تحت المصرف او الترع. يبقى البدالة مش بس الميه الترع وانما الحاجات. يبقى انا هجيب لك اكسرسايز واقول لك الحاضر المحاضره، هجيب لك حواديت كده. اقترح المنشأ المناسب الآتي: مرور كذا فوق مزرور كذا مع كذا، تقاطع خط غاز مع ترع، ارسم الخروج بتاعك، مصرف مع ترع، خط ميه شرب مع كذا. فالقاعد هيبدأ ايه؟ يرجع بالذاكره. عمر ما الاونلاين بيرجع من المحاضره، يعني كل ما يكون عندك فرصه تحضر اي محاضره بتاع الاونلاين يعني بتقدر تحضره. تخيل انا نزلت لك المحاضره دي زي نزلت باوربوينت بس جافه، مفيش فيها الحوار اللي احنا بنشرحه والدكتور انا خلي بالك من دي واعمل لك دي باللون اكس ده غلط ولا صح. فالانتراكشن ده والتفاعل غير اللي طبعا قاعد بيشوفها في البيت. الا اذا كان في ظروف تمنعه انه يجي، فدائما المحاضره الفيزيكال اللي بنشوف بعض فيها هي المحاضره الاونلاين. انتوا كلكم جربتوا في سنه ثانيه الترم الثاني عدى ازاي ونجحتوا ازاي، بس بعدين طبعا انا قعدت وعدت وعدت واتخرج بس ما اتعلمتش. انا حاسس ان انا حتت كده مش واعي منه، لكن لو الدكتور بيقولها لك مش هتعكس، يدخل منه معلومه، يحصل سؤال الطالب يرفع ايده يسال، التاني يدخل في سؤال بعد شويه. الحاجات دي مش هتبقى موجوده في محاضره الاونلاين. فاللي عنده فرصه يحضر اي محاضره مش بتعوض الاونلاين ابدا. لما ابص في الشباب انا بتعلم، انا بكون شخصيتك الهندسيه، انا الدكتور بكون شخصيتك الهندسيه. فلان ده قال لي كذا، وبتاع ياسين قال لي كذا، وبتاع خلاص قال لي كذا، شخصيتك بتتكون. بسيبه ومعايا شويه ورق. انجح في الزحمه ممكن ماشي، بس بعد كده ما عادش بقى حد يسميه هاخد الفلان والمين وبتاع، فانت تواجه معاه شويه الورق اللي انت كتبته او سكته او تسال حاجه. لو مؤسسه في الصف الصحي الصف الصحي خدها بنفس مقاس البترول، لا ملوث ولا حاله كويسه، يبقى على طول اشيله تحت. لو هو ملوث كده كده اتكسرت الماسوره في معضلات الترع. ايه؟ لو هو كده كده ملوث يعني مثلا اللي هو ايه؟ الفتحه الصحيحه او الزيتون هيبقى تحت. ما هو كده كده لو اتكسرت الماسوره برضه هتلوث الترع. لا، الترع فوق. هي تحت. بحطها في الماسوره تحت. تحت من تحت الترع. هتلوث اللي تحتيها بس ما بتطلعش فوق. ليه؟ لا ما هو بس بيضفوا بس هيلوثها يعني. احنا بنتكلم على خط البترول، احتمالات ان هو ينزل لتحت الجاذبيه ما يطلعش لفوق. يعني الامور كتير، البترول خام كثافته قد من الميه مش زيت. البترول خام تقيل زي يعني كثافته اكتر من واحد، الميه مش زيت. طبيعي. تنزل وترجع بقى تحت اللوانه المستطرفه في قطاع. دكتور هو ايه الفرق ما بين ان انا احط خط الغاز تحت؟ خط الغاز سؤال كويس. ليه مش مهندس اكسجين؟ وليه الغاز متعود تحطه فوق؟ الغاز لو تحت لو حصل له كسر انا مش هشمه، مش هعرف ان فيه مشكله. الحق بسرعه انا شايفه قدامي، تيجي فرق الصيانه تلحم وتعمل وتقفل. لكن تحت ده على ما ابدا احس بيكم الدنيا انتشر غاز وكده. فالاسمين بقى والصيانه اسهل فوق. طيب ننتقل بعد كده لمنشا عرفنا الفن في الصحارى والبداله متى هي ومتى
طيب سؤال كويس، مصرفين تتقاطعوا مع بعض، سؤال حلو، مين يعدي تحت التاني؟ الصغير ينحني لكذا، الإجابة واضحة، المصرف الصغير، ترعتين تتقاطعوا مع بعض، الإجابة الصغير والمرفق تحت التاني، الاتنين تقاطعوا. طب يا دكتور الاتنين بنفس الدرجة، هصعبها شوية، ترعة وترعة والاتنين دي كبيرة ودي كبيرة، مين يعدي تحت التاني؟ الأوطى يعدي تحت الأعلى. تاني ترعتين والاتنين كبار، دي كبيرة ودي كبيرة، مين يعدي؟ أقول لك الأوطى يعدي تحت الأعلى. قاعدة. الصغير بيبقى تحت الكبير، قاعدة. الصغير دايما ممكن وابني في ترعة عاوزة تعدي فوق قناة السويس، تعدي من الناحية الناحية وهي صغيرة وعالية وقناة السويس أوطى شوية، القاعدة اللي احنا بنقولها البدالة بتعدي فوق قناة السويس. في حاجة اسمه مجرى الملاحة، أي مجرى فيه ملاحة عين ملاحة مش ملاحة مش ملاحة، مجرى فيه ملاحة، لو مجرى في مراكب اي ميه تقطعه لازم تعدي صحارى، ترعه كبيره، مصرف كبير، خط غاز، خط تملاحي، خلاص مراكب معديه في العماره ما ينفعش اعدي خط غاز فوق، يبقى في حاله المجرى الملاحي جميع المجاري المائيه تمر اسفل منه، ده كده استثناء للمجرى الملاحي اللي هو في مراكب، ما ينفعش مركبه تعدي تقول لها في ماسوره مش عارف اعدي، اتعمل بقى احتياطات لخط البترول، احتياطات لخط الغاز علشان يعني ايه اقل مشاكل. ننتقل بعد كده لمنشا اخر، منشآت اخرى. منشآت أخرى رقم اثنين اسمها منشآت التحكم. كروزنج كنترول، آسف كنترول استراكشر. أول حاجة خدناها كمبالي للفوم المرة اللي فاتت، منين الشاذ الكويتو أول حاجة. عندنا رمز قافي. واحد مقارب الفوم. وفقط مجرى بياخد من مجرى بنعمل حاجة اسمها قافي. أي ترعة بتاخد من ترعة. أي ترعة بتاخد من ترعة. نحط عند الفوم قاف ف، ناخد تعريف عن قلب الفوم، نكتب عليه كلمتين كده، يبقى السكتش اللي انا حاطه على السبوره اللي هي شالت المحطوطه دي، نكتب هو منشا، منشا خرساني مزود ببوابات للتحكم في دخول وخروج المياه من الترع الأكبر للترع الأصغر. أنا آسف قلت كلمة الدخول والخروج، والدخول بس. تاني كنت مظبط. لدخول المياه من الترع الأكبر للترع الأصغر. حسب الاحتياج للمياه. حسب الاحتياج للمياه تفتح وتغلق البوابات. عاوز مياه يخش كتير.
في عندنا واحد في وزارة الرياضة عالم اسمه بحار، وظيفته جنب يعيش جنب الأنطرة، عامله سكن يطلع ليه مهندس صغير يقول النهارده افتح البوابة دي 20 سنتي، اللي فاتح البوابة للبحر 20 سنتي، محسوبة كانت منين؟ النهارده قفلها خالص، يعني في البوابات، البوابات افتح يا سلسلة وافتح واقفل حسب أنا محتاج. المنشأ التاني حاجة اسمها قنبلة حجز، دي جديدة بقى ما خدناهاش الأسبوع اللي فات، دي جديدة حجز ولا لا؟ مش هقدر احلها في الحسابات.
في حاله صنع طالب الحجز يا موجود يا مش مين اللي هيقول الحسابات بتاعته؟ تعالى اكتب كلمتين على طالب الحجز يا منشأ خرساني مزود ببوابات يقام على المجرى الكبير لرفع المياه امامه. لا حكاية تمامه دي. تمامه هو ده اسمه الأمام. ده اسمه الخلف. رفع المياه تمامه لتغذية الترع الأصغر. لتغذية الترع الأصغر. واكتب لك كده بين قوسين عند الاحتياج فقط. على هيا أقول لجميع الأحوال فيهم طالب حجز أقول لمحافظتك ما حطتش محاورة. كتبت كلمة عند الاحتياج فقط. يعني هي موجودة مش موجودة. تمام؟ يبقى صفحة هو منشأ عشان يرفع المية تمام. دي اسمها منشآت متحكم. هنقول نوع تاني من نوع المنشآت. فأنا بالنسبة للرسمة دي قبل ما ننسى هنكتب هنا كل منشأ نكتبه قام النوع الآخر من المنشآت ثلاثة وسط النهاية مين نون نجش تين تين سكيب نعمل الرسمة دي مع بعض. عند نهاية الترعة آخر حاجة في الترعة إذا الترعة شكلها كده دي المية بتاعت الترعة خلاص النهاية بتاعتها وقفت. في البلان بتظهر كده في البلان دي نهاية الترعة بتعمل زي تحت في الآخر كده خلاص الترعة خلصت في الآخر كده. الترعة دي النهاية بنعمل منشا اسمه مصب نهاية. طبعا هنا في حاجة اسمها الأرض الزراعية اللي الناس كتير من الترعة. افرض عندنا مجموعة كبيرة من المزارعين على الترعة كانوا قاعدين متابعين ماتشات كأس العالم. ماتش يسلم ماتش يسلم ماتش محدش نايم قدام التلفزيون. ما راحش روى. جت اجازة العيد الكبير واجازة الصغير أربع أيام محدش طلع روى. المية داخلة في الترعة. بحار أخرى راح يتفرج على الماتش. طيب البحار اللي بيفتح ويقفل. خاف حق خاف فين. أخرى برضه إيه ساب الترعة مفتوحة والبوابات مفتوحة والمية تدخل في الترعة. المية بتعب. مزارعين بيحتفلوا ولا في عيد او عندهم عزاء او حاجه محدش طلع النهارده محدش سوى خالص وما دخل تعلى وتطلع تغرق الارض الزراعيه في اللي بره. يعني الكلام ده على 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 الناس في غياب الاجازه هتبدا تطلع على الكوره الارض الزراعيه. الارض الزراعيه يعني فيها كوره وفيها بيوت فيها ممتلكات ناس. هوب لقوا الميه ايه كلها طبعا بتطلع عليهم عشان المهندس ما حضرش المحاضره بتاعت سنه راي بتاع سنه ثالثه يقول في الاخر في صمام مصاب نهائي. فالصمام
الامن ده بصب النهايه صمام امن عشان يبقى كل الناس نايمه بيتها مستريحه وعارفه ان الميه مش هتحصل لها خطر وتطلع لفوق. طيب شكله ايه بقى مصاب النهايه ده؟ ونرسمه مع بعض. انا مش عاوز الميه تعمل عن المرسوم الخطر ده. فهعمل كده حاجه زي اسطوانيه الشكل اسمها ميار. يبقى دي اسمها ميار. البلان بتظهر فيا. اول ما الميه تعلى 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 اللي داخله زي الصفايه بتاعت الحوض اللي عندك في البيت. هوب اللي داخله كده. داخله جوه الميار. وانا مستعجلها بماسوره. بتعمل مين؟ المصدر. اول ما الميه تعلى في رخله مكمله وطالعه تعمل في المصدر. يلا في الدرام بقى نرسم الماسوره. ده المصرف. الميه ايه؟ تطلع ايه؟ يبقى مصب النهايه عباره عن مياره اسطوانيه الشكل بتتحط بس عليها غطا مخرم زي الشبكه كده. فهنا في غطا مخرم عشان لو لما حد في الترع كيس طالع شجره ما يخشش يسدين الماسوره، واحد كان كيس مخلفات يخش يسد الماسوره، فعاملين فوقها صفايه كده. ميه بس بتعدي لكن اي حاجه طافيه تفضل فوق سهل تنضيفها. فبيبقى لها غطا مفقع. ودي الميار اسطوانيه الشكل. ودي الماسوره اللي هي ايه تاخد الميه الزياده. بنكتب كده مصب النهايه ومنشا يقام في نهايه الترع لتصريف المياه السائله نتيجه عمران. دي يا دكتور ما بيروش نكتب بين قوسين ايام الاجازات. والا حدث ارتفاع في المياه الترع يسبب غرق من الاراضي الزراعيه. وهو عباره عن طياره من الخرسانه المسلحه تنتهي بماسورة إلى المصرف. ولازم الماسورة دي مينيموم 30 سم فوق المية بتاعت المصرف. مينيموم 30 سم. الماسورة الرسم السفلي ده مينيموم 30 سم. عشان تصب فري. ما تبقاش مكتومة في مية المصرف. وتزود الميارة بغطاء مثقب. وتزود الميارة بغطاء مثقب لحبس أي أشياء طافية. هنتعلم في سنة ثالثة مش بس مادة هندسة الري، كل حاجة بحاجة تسأل الدكتور طب ليه كده؟ ليه 30 سم؟ ليه 10 سم؟ ليه 5 سم؟ أي أرقام حولها تسأل بقى هو ليه خلوها 30 سم؟ مين؟ ليه ما تبقاش 10؟ مين هو 30 يعني مسموح اكتر من 30؟ ليه ما تبقاش اقل من 30؟ عشان لو المصرف ده فيه حاجه طافيه ساعات في ناس عفوا يعني بتبقى في المصرف مواشي مليانه بقرا كده. المهم عدية واللي حظ بقى الماسوره دي تشتغل هتيجي سدالك ايه؟ انت عاوز 30 سم مينيموم عشان لو اي حاجه طافيه في المصرف ما تكتمش الماسوره اللي مطلعه الميه دي. قال والله قدرناها يعني اقصى حاجه طافيه 30 سم مينيموم، لكن 50 سم تمشي ممتاز. متر تمشي تمام. يبقى ليه 30؟ تحسبا لاي اجسام طافيه في المصرف. مش هقول بقى تحت ماشي ازاي. احكي قصه حصلت في التسعينات. الجزء اللي انا حكيته جزء
فقراء يعني مش محتاج حدود. في التسعينات جت نوبة شتاء على اسكندرية في منطقة اسمها زاوية عبد الهادي، اسمعنا كانت بسيطة طبعا، مباني بسيطة طوالها يعني مش عمالية ولا حاجة. والمصرف كان في مصرف اسمه أرض الجمالية، المصرف ده طبعا يشيل مية، المية بتترع زيادة بيشيل كل مية المطر اللي تنزل. فالمصرف فضل يزيد يزيد والناس ما تطلعش من بيوتها علشان خاطر الدولة اللي يطلع يوم يقول لك ما الارض بتتراوى رباني بالمطر، اطلع يوم ايه ده؟ جيلها مطر بس ما شاء الله اربع ايام مطر ما بطلتش، اطلع يوم ايه بقى؟ فكل واحد قاعد في بيته وقافل على نفسه والمصرف ايه؟ يعني شبع مصرف حافظ البلد، بدات ما تطلع فوق الرسوم. وجه حصل الحته دي المصرف اعلى من الارض اللي جنبه عاليه، يعني المصرف اعلى من الارض الزراعيه يعني الحته اللي حصل فيها مشكله. اول ما الميه بدات تطلع شويه بشويه نخورت وقطعت الجسم ده اللي هو الجوانب اللي في المصرف انقطعت، انا كنت سكينه كده قطعت فالميه تيجي من عين المطر وطلعت من المصرف. الناس قعدت في بيوتها وبدات تنزل الارض الزراعيه. مصرف جاي الولاد كلها وبدا يكب في الايه؟ في الحته بتاعت القريه. ارض الزراعيه درجت دخلت على الناس في بيوتها وممتلكاتهم درجت مواشي ماتت. الناس تخيل انت بيتك مثلا مقدور نص ميه بسراير وبلاتك وكل ممتلكاتك كلها راحت في الميه. مش هتقعد تقول امسح بجد لا، فيضان جاي لك وانت قاعد نايم في بيتك. اللي هو انت تلحق نفسك مش تلحق ممتلكاتك تشيلها. وقع حصل في التسعينات قلت كده وقع مصر وقارب بتاع الجمهوريه او زاويه عبد الهادي. طبعا في جو اسوء ما يمكن حصل. طب يا ريت ده كله بس وقف الخسائر دي 45 يوم شقه ممتلكات هتتعوض قطاع منه عفوا يعني مواشي ماشي هيتعوض المساعده الماليه للناس اللي هتتحياهم. بس الاخطر من كده كان في وفيات، واحد مات مصيبه. مين السبب؟ هو بقى مين والد اسرائيل اللي مصمم ده ما عملش حسابه ان في نواب هو لازم يشوف اخر واحد يشيل الليله ولا لا؟ ولا عندي كده كلام سهو وخطا؟ المهندس مين اللي قاعد صمم؟ لسه بقى الكارثه اللي بتجيب بس الكارثه ودي سهله يعني لو واحد توفى او حاجه احنا كنا بتحصل ايه القرية غرقت. مش بس كده قدرا والحظ بقى يعني ساعة ما بتيجي بقى الكوارث كلها في وقت واحد على منطقة عسكرية تابعة قوات البحرية في المعسكر تكمل ايه المصرف. يبقى جيش وحدة فيه غرقت وأصبحت الأسلحة اللي فيه غير صالحة للاستخدام. عارف يعني ايه جيش يقول اطلع الملك يقول والله مش عارف اطلع عشان انا غرقان بالمية، اطلع من الدبابة مش عارف اطلع، الصواريخ بتاعت غرقت، عارف ايه في الجيش؟ يعني تضيع فيها الهاد مش حاجه اقل يعني اقل عقوبه فيها الاعداد، يعني بحب المكافاه ونرجع عليه الاعداد. اطلع نفذ العمليه الفلانيه يقول والله مش عارف اطلع حاصل بالميه ومهندس بتاع ري مع اخر فجابوا بقى ايه؟ اكبر راس وزاره الري من اقل راس السجن. يعني قاعد حاضر المحاضره زي النهارده بتسمع حدود في يوم من الايام تطلع ما تهتمش بهذا الشيء التصميم او التصميم اللي موجود ان هو متسجن وجاهز ممكن تعمله بس مسدود. تيجي بقى القدر مين المهندس؟ هاتوا بقى الاسامي مين الضامن اللي هنا؟ محمد وعلي سيد ومين وكيل وزاره ومين دول ايه؟ انت ليه ما طلعتش قبل ان هو تراجع على حاجتك؟ انت ليه معقول تمر لما تلاقي في كارثه تلحق تبلغ؟ خلاص قالت وقع رئيس الجمهوريه يا ابني رئيس الجمهوريه جه بنفسه وبين مصر كلها جت عند ايه؟ زي ما تعرف السمكه المياه
سكون كله مرض وتعس في ناس كوارث يعني كوارث كان غير الرسمات والتركات وغير الحاجات العسكريه دي يعني ما تلاقيش اسهل من كده ممكن يكتبها في حته واحده صمم ان انا ما اشتغلش هو صمم المصرف اللي انا بتكلم عليه ما اشتغلش ما كانش معقول وما تصينش يعني المهم ايه كارثه لازم واحد يشيل الليله طب كله ايه من اول لاخر احنا بنحكيها حدوته النهارده ونضحك بتاع لكن اللي عايش الواقع عيانها بيوت تهرس بيوت ناس تركاتها طول اليوم تاكل تركاتها راحت لا عشان اهمال عشان ما كانش حاضر وفاهم الموضوع دوت وبعدين يقول المدير بتاعه لا على فكره مصطفى المصنع ده لازم يكون مستعجله الحدود اللي عشان تنمو السبب. هنتكلم على مصاب النهاية علشان يحمي الحكاية دي والله في نوة المرة راح المصنع ومع الفيلم. لسه هنتكلم على المصرف يعني. فبحمي الدرع عشان ما نغرقش الناس اللي جنبي. ده اسمه مصاب النهاية. هناخد بقى نوع تاني هو مصاب المصرف مين مين؟ ما ننساش بقى نكتب هنا كل حاجة مين نوم؟ مين نوم؟ الطريقة بقى بتاع السيشن مين نور مين نور مصاف المصرف البراكة مربعة مصاف المصرف مين مين ومدرين سكيل مين حدث الكوردون كان عالي ومنشوف المية على الشرقية في أطوية سلام تطبه غرقت مش غرقت يعني المية طلعت على ارتفاع حوالي نص متر في الجيب شكله ايه بقى مصاف المصرف مصرف مع مصرف اهو مصرف نصبه في مصرف كبير لما نيجي عند مية المصرف ده مصرف أكبر نعمل ماسورة الماسورة دي ما تقلش عن متر بارزة جوة المصرف ولا تقل عن 30 سنتي نيجي هنا لما المصرف ده نعمل قدامه مناعت عشان زي الصفرانة اللي هناك يبقى دي عبارة عن ايه مناعت عشان عشان مفيش حاجة تخش جوه الماسورة دي يلا في البلان زي ما عملنا في الدرع مناعة الأعشاب بتظهر كده والضان والضان جنب بعض سياخ حديد عشان تمنع أي حاجة طافية لو أي حاجة كيس طافي ولا حاجة تقف وبعد كده الماسورة تتم فين الأصل هذه الماسورة بتاعت مصاب المصرف القطر بتاعها ما يقلش عن متر. ماسوره خرسانه مسلحه قطر ما يقلش عن متر. حتى لو مش محتاجه المتر بس ده الصمام امن عشان المصنع اللي حصل فيه كارثه ما كانش فيها الحاجه دي بعد كده ده كل الاخطار لازم متر على الاقل. مناعه الاعشاب زي ما انتم شايفين حاجه ايه سكرين سكرين عباره عن قضبان دايره تمنع اي حاجه طافيه تدخل جوه ده دي اسمها مصفر نكتب برضه عليه كلمتين ومنشا يقام في نهايه المصرف عند مصافه لمصرف اكبر
مصفورة من الخرسانة المسلحة قطر لا يقل عن متر. بهدف نقل مياه المصرف إلى المصرف الأكبر. مياه المصرف دي عاوزة أطبيها بالمياه بالكامل، فأنا أحط المصفورة بفض المية على طول في المصرف الأكبر. المصرف الأصغر والمصرف الأكبر. أنا كده دلوقتي كل مصرف عندي مصرف مع مصرف هعمل مين مين؟ أنا في مصرف كده مع مصرف الكبير ماشي مين مين؟ أنا كان في حاجة اسمها مصرف مجمع مع مصرف رئيسي بعمل مين مين؟ هنا كان في حاجة اسمها مصرف رئيسي. ننتقل للمنشأ رقم 5. المصيرة طبعا متر. نروح بعد كده المنشأ رقم 5. يعني مجموعة حضارات كل واحد يشيل 2 متر ونص، في
يبقى ممكن نعمل سلسله حضارات لو كان الهبوط اكبر من 2.5 متر. يعني مش بس حضاره واحد، نعمل سلسله تهذب، اكتب كده، لتهذيب سطح الميه. يعني ممكن ما يبقاش واحد بس، ممكن ثلاثه اربعه خمسه حسب الدروب قد ايه. كل واحد بيشيل 2 متر 2.5. شوف بقى انت محتاج كام دروب وتعمل كام. في حد كان بيسال؟ رقم واحد صوروا حتى اكون خمس روج ومعاه الجداول
مين معاه تمارين؟ مين معهوش تداول؟ احنا نزلنا لك كل تمارين السنة. يعني مش هتقعد تقول النهارده نسيت واحد وجبت واحد. كل تداول. جاي النهارده سيشن الكواليتي مع بعض. شيت مع جدول عشان ده هتطلع منه بيانات نفسها. طب المعيد هيقعد يقول لك خد جدول صفحه كذا صفحه كذا. وزي ما اتفقنا ما عندناش حاجه فيها كلها بالجداول محطوطه في الامتحان. لازم تعرف صفحه كذا افتح كذا تعرف هو ايه زمانها كام؟ المعيد يقول 50,000 ما فتحش. وده ما بيعملش. ابتدينا ان بكره يعني سيبنا يوسعك انها تدرسها اول يوم الفريق بس الناس ما سكتش بكره من دلوقتي بداوا جمعاتكم مفيش حضور الا تشيل رقم واحد على الاقل ما يفرش حد اللي هو كان بتاع خمس ولا خمس بتاع خمس روش صور الشيل معاك. خط رفع عندنا في اسكندرية محطة كبيرة جدا عملاقة معلومات عامة المحطة دي في حتة اسمها ماكس بتاخد كل المية بتاعت اسكندرية صرف صحي المية الضارة المية صرف زراعي كل المية بتاعت اسكندرية بترفعها وتبقى المحطة دي لو موجودة تبع وزارة الرياضة. يعني في قابلة ثانية لا توقف. من اسكندرية كده. خط الرفع دي مش قد بقى المبنى اللي احنا فيه. احنا المباني الكلية جماعة كده المبنى هي نفس محطة الماكس. المباني الكلية دي جماعة تنطلع بيساوي محطة الماكس. اللي لا يمكن ثانية توقف. وقفت مية بحيرة مريوط كلها تتبنى بترد على شبكة الصرف بتاعت اسكندرية كلها تعمل لك مشكلة طول لغاية كل صرف صحي وصرف مطر. فدول محطة مش بس عشان الزراعة بتاخد مطر بتاخد صرف صحي طالع من المحطات بتاخده وترفعها للبحر. البحر عالي ومكانه غلط. محطة الماكس دي اتأخر عشان كده معمول لها محطة كهرباء لوحديها. مش مستنية الشبكة بقى بتاعت الكهرباء اللي أمور قطع النهاردة يستمروا ساعة ولا حاجة. لها محطة لوحديها تولد كهرباء. بتكلم عن أحياء أرواح محافظة. مش أنا محافظة. المحطات دي تبع وزارة الري من الخطورة جدا المحطات دي زي ما بقول لك متعلقة بأمان وأرواح مش أرض زراعية كده. المفروض تكون على 24 ساعة شغالة في السيارة في الصمت عندهم بالعلق مصيبة لازم شغالة ترفع مية ليل نهار ترفع مية البحر مية اللي هي الصرف الصحي. خلصنا من محطة الرفع نروح لآخر منشا عندنا. رقم 7 6 مفيضات مفيضات سكيلويت خدنا مع بعض في سنه ثانيه باب الهيدرولوجيا في مكتبه الهيدرولوجيا رحت لهم السد العالي. السد العالي عاملين عنده مفيض افكركم نظار النيل كنت رسمت لكم خريطه هذا السد العالي السد العالي والميه جايه كده ده الامام ده الخلف ففي مفيض
مقام ايام العمل السرد العالي لو ميه علت قدام السد العالي منسوب الخطر. هل فاكر ان هي منسوب الخطر السد العالي؟ تمام. اي حاجه فوق ال 182 تقريبا؟ 182 182 182 182 182 ايه ده؟ 182 ده ساعه وكم يوم اجيب السكتش كده اقول انا قلت 182 اقسم بالله 182 ده ربع ساعه. 182 ده اسمه منسوب الخطر. يوصل للخطر طب هنعمل ايه؟ الانفجار جاي كتير فلازم نعمل حاجه اسمه سكيل مفيض. ده مفيض الطوارئ السد العالي. ايه اللي التقدير دي؟ يبقى انا اقول لك امثله المفيضات تقول لي مفيض الطوارئ السد العالي. وفي مفيض تاني خدناه برضه السنه اللي فاتت، حد فاكره؟ شوشكه. مفيض شوشكه. ده عندك نموذج تاني بس كده. المحطه اللي انا رسمتها هناك هرسمها بلان دي ترعه، دي محطه، ده المنسوب الواطي، ده المنسوب العالي، دي محطه. ده بلان المحطه، في ميه جايه واطي عرض البحر. افرض الناس اللي هنا ما رواتش رفعت الميه في العالي والحظ الناس ايام الشتاء ما حدش بيروي، الكهرباء قطعت، المحطه ميه، في الميه راجعه بدل ما ماشي كده ترجع كده، ده بتعمل ما حدش بيستخدم. هتيجي تطلع المحطه الأمر الموجوده بتشتغل بتدفع بعقار الساعة ليش؟ ليش دي بتلف بتاخد المية وتطلعها كده، فبتلف معاك عقار الساعة. لو المية جت وردت البامب ليش هتدفعها تلف عكس عقار الساعة تبوظ. مصنع بيقول لك البامب دي بتلف تجاه العقار. انت بترجع لها المية عكس العقار البامب باظت. ده بتصيبه. طب ننقذ الموقف ازاي؟ بنعمل مفيد بياخد الميه من العالي للواطي عشان الكهرباء قطعت. فتيجي على طول الميه جايه كده وراجعه في الحته دي. حد من المزارعين دول بس هنا دي هرجعها عشان احمي مين؟ المحطات والبامب اللي جوه. واذا المحطه تغرق الميه تبقى حاجه عليها. فنكتب نقول المفيضات او السبيل واي تعرفها هي لهروب المياه، هروب لازم تكتب كلمه هروب المياه من المستوى الاعلى للمستوى الاقل مثل السد العالي ومحطات رفع ومفيد تشكر. من الاخبار الحلوه ان احنا عندنا ما شاء الله ربنا حقق يعني معلومه لكم كده فرحت يعني. ربنا حقق مصر هذا العام في رمضان امتلكت عنه بحيره ناصر بالكامل. بحيره ناصر امتلكت بالكامل. فمضطر مفيد تشكر اللي ما اشتغلش من سنين اشتغل السنه دي. بعد ما الخلف بدت مين اللي بينقص بقى السد العالي وعندنا فيضان كتير وعمل دمار اخواننا في السودان. وهنا شفنا عملية اللي كان بيحصل كنا بنعينه. فكان هذا الفيضان داخل عليه بفضل ربنا السد العالي حتى من غير ما حد يحس ولا بتاع رعب ولا قلق بدأت البحيرة وجزء كبير من المية نزلناه في النيل بس النيل ما بيستوعبش أكتر من حد معين. بقول لك كنت بقول السنه اللي فاتت الهيدروجيا هيتوقف عليه مشكله في التاكل ونقص الكمال.
تعملها جزء كبير في النيل وجزء راح في مفيد توشكا. مفيد توشكا لوحده رمى في الصحراء 10 مليار، بس مقابل كده حمانه من كوارث. ما انت قدامك حاجه من النيل، ميه اضطرت تضيعها عشان انتش عاوزها او انها دمار. لكن في النيل الجزء تغرق والمياه تغرق، وبالتالي فضل ربنا مفيد توشكا اشتغل السنه دي وحبنا الفضل ينحسب. يعني ينحسب يعني خلاص اللي جاي على قد ما احنا بنستخدمه، ما عادش فيها يعني كلام من فاتت. فحمل مصر من فيضانات مفيد توشكا ده حماك من خسائر زي اللي حصلت للقناه في السوق. واحنا بنسمعها في المحاضره خالص مفيد توشكا، لكن بالنسبه لنا على ارض الواقع ارواح انقذ روح وخسائر محدش حس بيها خالص. وفضل ربنا الخير والشرف مالك عائله كفينا سنوات. الباب اللي انت درسته في الهيدروجيا السنه اللي فاتت السد العالي وعلى تنسيقهم فيه فهو محور اهتمام امر الدوله، هو انقذه من فيضانات مجدده. فيعني نعمه من ربنا من الاخبار الكويسه ان احنا المحيره المعيد المهم الصحراء. بس بيشرح في الخزان الجوفي في غاز الخزان الجوفي وفي بعض الانشطه الصين وكده، لكن المهم ان هو حماك من خساير الناس اللي في توشكا. يعني معانا الساعه كام دلوقتي؟ بسرعة كفاية.